يستعين وفي المحيي ألا ينفيه. باخدها. وفي المحيي ألا ينفيه. يبقى ويشترط ايه؟ فالشرط في من قبل المحيي أن يدعيه، وفي المحيي ألا ينفيه. يبقى اللي قبل اللي يحيي الأرض دي يشترط عشان نملكه إنه يدعيه. طب وفي المحيي يشترط ألا ينفيه. ولو يعني مش بتاعي، ما اعرفوش، ادي معنى. ولو وجد مال مدفون في ملك وتنازعه بائع ومشتري او مكر ومكتر، يعني لو وجد مال مدفون في ارض مملوكه وتنازعه المالك اللي اشتراها اللي هو البائع المشتري والبائع، كويس، في ملك وتنازعه بائع ومشتري او مكر ومكتري، يعني مؤجر مؤجر وايه ومستاجر، مؤجر ومستاجر، او معير ومستعير، او سلفتها له اعاره كده يقعد فيها سلف مش ايجار، قلت له اقعد فيها كده قد شهر كده بلا مقابل كده لحد بس ايه ما البيت بتاعك يتوضب، لان هو بيشطب في شقته ما عندوش حته، وانا عندي حته الارض دي كنت عامل فيها اي حاجه كده محوطه، فقلت له والله اقعد فيها كده مؤقت لحد ما تشطب شقتك، يبقى كاني اعارته اعار. او معير ومستعير، بان قال كل منهما انا الذي دفنته، صدق ذو اليد بيمينه، صاحب اليد بقى اللي قاعد على الارض، لو الاثنين ادعوه نصدق مين؟ اللي ايده على الارض سواء كان المؤجر او المستاجر، بس باليمين يحلف، يحلف امام القاضي انه هو وضع، فإذا حلف خلاص. كما لو تنازع في أمتعة الدار، زي نفس الحكاية، يعني أنا أجرت شقتي لمستأجر، جاء المستأجر ده قال الفرش اللي في الشقة دي ملكي أنا اللي جبته، وأنا قلت له لا ده أنا مديهالك مفروش، تنازعنا فيه، يبقى الفرش ملك المستأجر لأنه هو إيده عليه وقاعد يستعمله، بس يحلف بيمينه. طب ما حلفش يبقى ملك صاحب العين، لو ما حلفش يبقى ملك صاحب العين، حلف كده خلاص هياخد حرام، ربنا هينتقم منه، خلاص ما تقلقش. يقول لي اصل انا عايز اتشفى منه، ما تتشفاش الوقت يوم القيامه يا سيدي، ما تقلقش، مش شرط تتشفى في الدنيا، حكايه بسيطه، الدنيا قصيره، هيفرح بشويه، ما تعرفش يعني في الدنيا غلط ياخدهم خطا، لازم يعني تتشفى يعني وانت يعني قاعد طول النهار، ربنا خلقك عشان تتشفى عشان تبقى مشفي يعني، فمفيش داعي، سيبها لله، في يوم قيامه وفي حساب وفي مواقف كثيره ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الحرام، وتقول ايه؟ وتقول عوضي على الله، وما تدعيش عليه كمان عشان مسلم، مسلم وطمعان في عظمه، سيبها عظمه خدها يعني، والله اللي بيعمل كده تبص تلاقي ربنا يفتح له 100 باب رزق بالتجربه يعني، لكنها صعبه على النفس، بس جربها وخالف النفس والشيطان واعصيه، جربها كده، ما تلاقي واحد طمعان في حاجه وعابد فيها قوي سيبها له حتى لو بتاعتك، ياه ايه الحلاوه دي، تبص تلاقي ربنا يفتح عليك فتوح تاني وما تدعيش عليه كمان، شوف قول له ربنا يبارك لك، انت عايزها حلوه دي يا عجبك خدها، يا خبر على المسلمين لو عملوا كده، تبقى حاجه تانية، تبص تلاقي المحاكم خلاص تتحول الى مساجد، مش محتاجه، ما فيش بقى نزاع بقى خلاص، والقضاه يقعدوا في بيوتهم ويشتغلوا اي حاجه، سوبر ماركت يتاجر يعمل اي حاجه خلاص، ما فيش مشاكل بقى، الناس بقوا حلوين، مش سيدنا عمر في خلافه سيدنا ابو بكر كان قاضي قعد 3 سنين ما اتعرضتش عليه ولا قضيه، صحابه يا عم هيتخانقوا في ايه؟ الدنيا قريبه لبعضها. قوله دفين بمعنى مدفون، فإن لم يكن مدفونا بل كان ظاهرا، يبقى لازم عشان يبقى ركاز يبقى مدفون، طب افرض ما كانش مدفون كان ظاهر على وجه الأرض كده، فإن لم يكن مدفونا بل كان ظاهرا، فإن علم أن نحو سيل أظهره فهو ركاز أيضا، يعني افرض لقينا ظاهر بس الحتة دي مجرى سيل، بس لما بيجي بيشيل التربة
فربما السيل اللي هو أظهر كويس، فهو ركاز أيضا لأنه دفين بحسب ما كان. طب افرض ما فيش سيل ولا حاجة، يبقى لقطة طالما على وجه الأرض كده، يبقى لقطة احنا نسميها الإية، لقيتها مرمية في الشارع يقول لك لإية يعني لقطة. وكذا إن شك، ونعتبره لقطة برضو لو شك، هل كان مدفون فالهواء وعمل التعرية، عوامل التعرية هي اللي أظهرته، ولا هو كده ظاهر شكينا، يبقى لقطة كويس. وخرج بالإضافة إلى الجاهلية دفين الإسلام، لما قال لك الركاز دفين جاهلية يبقى دفين الإسلام ما يبقاش ركاز. كأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام، فإن علم مالكه وجب رده عليه لأنه مال مسلم، ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه. واضحة دي؟ مش مجرد إن لقيتها يبقى ده تقوم تاخدها وتقول يا سلام ربنا ما بينساش حد، روح واخدها تاكلها. مش بيعملوا كده الناس؟ يعني بيستعمل أحكام الدين بطريقة غلط. ده لما تلاقي حاجة مسؤولية، مصيبة وجات لك، مصيبة ومسؤولية وجات لك، في وسط مشاغلك جات لك شغلانة تانية، تقعد تدور على صاحبها وتعمل إعلان وتنتظر، وإذا كانت حاجة قيمة بقى تدي تليفونك المحمول في الإذاعة وفي التلفزيون علشان يتصلوا بيك كل شوية، وبعدين يقولك الناس كل واحد يدعيها وانت عليك تتحرى، وهيجي لك 1000 واحد يقولك بتاعتي. احنا بقينا في زمن كده كله عايز يلهف، فبقى عليك تتحرى وعليك شغلانه، يعني جات لك مصيبه. انا حاسس بمصيبه جايه لي. ليه بقى؟ مسؤوليه قدام ربنا، لان جالك مال مسلم انت مش عارفه ولا تتملكه بالاستيلاء، وعليك تحافظ عليه، لانك لو ضيعته تبقى بتضيع مال المسلمين. يبقى مسؤوليه، لازم تحافظ عليه، ولازم تدور على صاحبه، ولا يعني موال كبير. درجة بعض الناس لما يشوف حاجة كده ساعات يخاف ويمشي، يا عم غيري يبقى ياخدها بقى، يبقى يدور على صاحبها. والوقت الحمد لله يعني ايه سهل، تلاقيها وديها لاسم الشرطة، وديها لاسم الشرطة يقول لي هياكلوها، خلاص ياكلوها هم احرار بقى، احنا مالنا يوم القيامة بقى ربنا يحاسبهم. لكن هي الجهة المعتمدة والمعتبرة في البحث عن صاحب هذه الأشياء، لأن لما بيضيع واحد حاجة منه بيعمل بلاغ في الشرطة، فبيبقى عندهم مجموع البلاغات، فلما بتودي اسم الشرطه بيطلعوا على بلاغات الحاجات المفقوده، فيجي له يقول له ده في جالنا بلاغ فعلا في اليوم الفلاني من الحي الفلاني ان في واحد ضاع منه حاجه في الحته الفلانيه، يتصلوا بيه يقولوا له قول لي امرتها يديها، فسهله الحكايه يعني. فتوديها اسم الشرطه، ولا يمنعك الشيطان بادعائك ان من في القسم قد ياخذونها، فاذا اخذوها يبقى هم احرار بقى، مالناش دعوه، احرار بينهم وبين ربهم، ربنا يعني يسالهم، ولا هم دول ربنا مش هيسالهم عشان عندهم يعني عصمه، يعني لان الداخليه بقى لا تسال ومجلس الشعب والشورى لا يسال، لا كله يسال عما يفعل، الا الله لا يسال عما يفعل وهم يسالون، فهيتسالوا هيتسالوا ما تقلقش. والله لا لا ياثم، لا ياثم، لا يجب عليه مسؤوليتها الا باخذها. ولكن في بعض العلماء قال لك ايه، اذا كان في زمان الناس فيها قلة الأمانة فالأحسن أنه ياخدها ويسلمها لمن يبحث عنها، فممكن أنت تاخدها وتسلمها لغيرك، شايف واحد غيرك فاضي شوية، يعني مثلا احنا في كفر مثلا كان زمان الكفور فيها عمد، يقول لك عمدة البلد، تروح لعمدة البلد خلاص أنت مالكش دعوة، أنت لقيتها خد يا عمدة، العمدة يدافع عن شيخ الغفر، شيخ الغفر أي حد ضايع منه حاجة يروح لشيخ الغفر، يخش ينقيها ياخدها ويمشي، سهلة بقى في مكان تجمع فيه الحاجات، فممكن يعني. لو قيمتها صغيرة يعني محقرات، يسموها محقرات، له أن يتصرف فيها بس بعد إيه 3 أيام 4 أيام 5 أيام يمكن صاحبها يجي يسأل، وتبقى في ذمته، يعرف يحفظ وعائها ووكائها، يعني يحفظ شكل محفظتها إيه وكان شكلها إيه، عشان لو جاء صاحبها يسألك تديله بدلها ويديك الأمارة، يعني هي تتصرف فيها بس في ذمتك. واضح؟ خصوصا لو أكلة، لو شلتها تحمض، ناكلها بقى وخلاص، وبعدين بعد كده نبقى عارفين إن الأكلة دي قيمتها كذا، 2 كيلو لحمة مش عارف، وزة زي في معهد القلب، واخد بالك كان في كلمة السر وزة،
عارفها كانت معهد القلب اللي في مبابل دي، حصلت يعني واحد بقى عامل عمليه بقى من الارياف، عمليه قلب مفتوح وتصلب شرايين وموال كبير، اهله جايبين له وزه عشان الراجل يتغذى وهو في العنايه المركزه، فجايبين الوزه الراجل اللي على الباب ما رضاش يدخله، قال له بقول لك ايه، لو دكاتره العنايه شافوا الوزه دي مش هيدخلوك تزور قريب، سيبها لي هنا بس خش انت زوره. فاخدها الراجل، كان في وقت تغيير نبطشيات، فالراجل فضل قاعد ان التاني ينزل ما نزلش، الوزه هتحمض، فراح واخدها اتعشى بيها هو وعياله. فالراجل تاني يوم جاي دور على ايه يزور قريبه تاني، فلقى الراجل ده واقف، قال له فين الوزه؟ قال له انا اكلتها بقى، انا كنت خايف لا تحمض. قال له خلاص لك عليا، طول ما الراجل قريبك في المستشفى هنا تقول لي بس وزه ادخلك من غير ما تدفع تذكره زياره. فبقى كلمه السر وزه، فبقى كل يوم يجي وقلل البلد بحاله، كل بلد رايحين يزوروا بتاع قولوا له بس وزه يدخلكم. فالناس حتى اللي ما يعرفوش الحكايه بقوا يسمعوا وزه يدخل زي ابوني. فلاحظت الاداره بقى ان ايه، ان رسوم الزياره اللي بتدخل لها كل يوم، كان يدخل لهم مثلا 5000 6000 جنيه من صندوق الزياره، لقوا بيدخل لهم 100 جنيه 200 جنيه والباقي وزه. فين بقى لما عرفوا ان كلمه السر وزه؟ فاهم؟ فلو جالك برضه وقال لك كلمه السر وزه، يعني انت لقيت وزه فكلتها، قال لك وزه اديله ثمن الوزه بس وخلاص. ولو عمله صغيره جنيه بس جنيه محقرات، انت لو فقير خدها، ولو مش فقير تصدق بها ايه وثوابها لصاحبه بس، سهلة. فإن علم مالكه وجب رده عليه، لأنه مال المسلم، ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه وإن لم يعلم مالكه فلقطه، وكذا إن لم يعلم هل هو جاهلي أو إسلام بأن كان مما لا أثر عليه كالتبري، فإن علم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند فهو فيء، كما حكاه في المجموع عن جماعة وأقره. يبقى إمتى يبقى فيء؟ لو أنا عرفت إن ده مال غير مسلم، وهذا الغير مسلم وصلت له الدعوة وعاند، يبقى دي فيء، لأن فما أوجبتم عليه من خيل من الركاب، يبقى حكم الفيء ويقسم حسب صورة الحشر. كويس؟ قوله ما هو ملك واحد مسيحي، والمسيحي ده مستأمن أو مواطن، يبقى لازم ماله حرام، ما هو مستأمن يبقى اديها له برضه. ده المسلمين أصلا الناس بتحب الإسلام عشان الأحكام دي، إنها لا تميز بين مسلم وغير مسلم، دي بتاع دي حقوق، والرسول يقول اتقي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، والإسلام انتشر بحسن المعاملة دي، لما يلاقوا ان البني ادم بهذه الاخلاق الراقيه يقولوا يا الاسلام كده انا عايز ابقى مسلم، فياما دخلت ناس في دين الله افواجا بسبب الحكايه دي. قول وهي الحاله الجاهليه بقى دي، هل هي حاله ولا اسم على نفس الانسان؟ والمشهور انها اسم الناس، اسم للناس نفسهم الذين كانوا قبل الاسلام، اي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح به الشيخ أبو علي، سموا بذلك لكثرة جهالتهم، وعلى الأول اللي هي اسم للناس فلا بد من تقدير مضاف أي دفين أهل الجاهلية، بخلاف على المشهور اللي هو الجاهلية هي حالتهم نفسها. وقوله من الجهل بالله إلى آخره بيان للحالة المذكورة، ففيه يبقى الركاز ده بالشروط السابقة دي، يبقى فيه إيه؟ فيه الخمس. ففيه الخمس أي إن بلغ نصابا، أي إن بلغ نصابا، ممنوع الرد في التليفون بصوت عالي في الدرس. ففيه الخمس أي إن بلغ نصابا فيشترط فيه النصاب ولا يشترط فيه الحول، يبقى الركاز يشترط فيه النصاب، إن يبلغ النصاب اللي هو ما يعادل تقريبا 85 جرام ده. كويس؟ إن لو لقينا ركاز أقل من 85 جرام ده ما فيهوش حاجة. خلاص؟ لو بلغ نصابا يبقى نطلع خمسه 20% من قيمته، ولا يشترط فيه حول، ولا يشترط فيه الحول كالمعدن، وانما خالف المعدن في قدر الواجب. احنا المعدن بنخرج منه، احنا قلنا في المعدن بنخرج
في المعدن نصف ربع العشر، مش كده برضه ربع العشر زي النقد. وانما خالف المعدن في قدر الواجب لخفة مؤنته غالبا، لان كنز المدفون ده ما كلفنيش حاجه، ده انا بحفر كده لاي سبب واخد بالك، فلقيته فصادفته يعني ما كلفنيش حاجه، لخفة مؤنته غالبا فكثر فيه الواجب كالمعشرات. احنا قلنا الاقوات المزروعة بماء السماء مروية بماء السماء ما بتكلفنيش، بطلع منها العشر لخفة المؤنة. طب لو سقيتها بالاجر بدفع فيها نصف العشر، كويس. فهنا برضو في الركاز كثرت الايه، كثرت الواجب فيها، كثر الواجب فيها لقلة المؤنة، لقلة تكلفها، ما مش متكلفة حاجة. فكثر فيه الواجب كالمعشرات إذا خفت مؤنتها بأن سقيت بماء المطر أو السيل فإنها يكثر فيها الواجب وهو العشر، وأما إذا كثرت مؤنتها بأن سقيت بالنطح فإنها يخف فيها الواجب وهو نصف العشر. ويصرف أي الخمس الواجب في الركاز ومثله الواجب في المعدن، ويحتمل على بعد أن الضمير راجع لكل منهما، يعني يصرف الخمس اللي طالع من الركاز والزكاة اللي متخدم المعدن، عندي منجم ذهب أو منجم فضة، أطلع بقى الخمس بتاع الركاز وأطلع إيه الزكاة بتاعت المعدن اللي هي ربع العشر، أطلعها في مصارف الزكاة نفسها. ويحتمل على بعد أن الضمير راجع لكل منهما، وقول مصرف الزكاة بكسر الراء أي مكان صرف الزكاة وهو المستحقون لها الآتي بيانهم، وقول على المشهور وهو المعتمد عليه الفتوى، وقول ومقابله مقابل المشهور أنه يصرف يصرف إلى آخره ضعيف، وقول في آية الفيء أي التي هي قول تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فريضة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. يبقى أربع أخماسه يتخذوا لله ولرسوله ولقرابة النبي، والنبي كمان ياخد من الأربع أخماس دي يدي للفقراء كمان، كويس. طب والخمس الباقي من الاربع اخماس يديه للجند، يديه للجند. افرض ان احنا حاصرنا مدينه علشان يدخلوا في الاسلام فاستسلموا ودخلوا في الاسلام بعد الحصار، يبقى فيء. طب الجند اللي حاصروا دول نصيبهم ياخدوا الخمس، ياخدوا الخمس، والاربع اخماس يروح لله ولرسوله والمصارف الخمسه المعروف. الاربع اخماس يتقسموا خماس، خد بالك الاربع اخماس بقى يتقسموا خماس لله وللرسول الخمس ولذي القرب الخمس الثاني، كويس، وبعدين ايه للمساكين وابن السبيل وهكذا. دي الطريقه والقرب هي قرابة النبي اللي يحرم عليهم الزكاة. فصل في زكاة الفطر، فصل في زكاة الفطر، وهي من خصائص هذه الأمة، والمشهور انها شرعت في السنة الثانية من الهجرة. نقرا كلام الشيخ الاول ايه اللي في الهامش. فصل وتجب زكاة الفطر ويقال لها زكاة الفطرة اي الخلقة بثلاثة اشياء الاسلام، فلا فطرة على كافر اصلي الا في رقيقه وقريبه المسلمين، وبغروب الشمس من اخر يوم من شهر رمضان. يبقى اسباب الوجوب الاسلام، تاني حاجة غروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني يكون حضر اللي هيزكي ده أو يزكى عنه جزء من رمضان وجزء من العيد، لو اجتمع عليه جزء من رمضان وجزء من العيد وجبت. طب افرض اتولد في أول رمضان ومات قبل آخر رمضان، لا زكاة فطرة عليه. طب افرض اتولد بعد إيه، بعد صلاة مغرب آخر يوم في رمضان، يبقى لا زكاة فطرة عليه لأنه ما حضرش حتة من رمضان وحتة، كويس. اتولد قبل اذان مغرب اخر يوم واقوق وجع عليه العيد، يبقى وجبت ايه الزكاه عليه لانه حضر جزئين، جزء ايه من رمضان وجزء من شوال. واضح الحكايه سهله.
وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده. أما اللي ولد بعد الغروب ما يتطلعش حاجة. والشرط الثالث ووجود الفضل، يبقى أنه يبقى مسلم دي أول حاجة، تاني حاجة غروب شمس آخر يوم من رمضان، ثالث حاجة وجود الفضل أنه يبقى عنده ما يتأثر أنه يدفعه. افرض فقير وقاعد على الحديدة حتى الحديدة باع لأن الحديد غلي، يبقى ما يملكش حاجة، هيطلع ايه منين؟ يبقى خلاص، يبقى لازم ايه؟ ووجود الفضل وهو يسار الشخص بما يفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، أي يوم العيد، وكذا ليلته أيضا. مش قوته وقوت عياله لمدة شهر ولا سنة، لا، ما يفضل عن قوتي وقوت عيالي يوم واحد، يبقى ساعتها وجب انه يخرج. واضح؟ عشان كده ممكن الفقير يبقى ما يملكش حاجه، وبعدين الناس يطلعوا زكاه ايه الفطره فيدوله ويدوله ويدوله، يقوم يبقى عنده قوت يكفي عده ايام، يروح مخرج من اللي جاله زكاه فطره عن نفسه وعن من تجب نفقته عنه. واضح؟ اي يوم العيد وكذا ليلته ايضا، ويزكي الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين. فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار. افرض متجوز واحدة كتابية، لا يجب اخراج زكاة فطرة عنها لانها مش مسلمة. كويس؟ عنده عبد غير مسلم بيخدمه، يبقى برضه ما يطلعش الزكاة عليه لانه غير مسلم. واضح؟ او مثلا هو اسلم نفسه لكن ابوه وعمامه اللي بينفق عليهم ما زالوا على غير الاسلام، اقاربه اللي هو واجب نفقته عليهم، يبقى ما يطلعش زكاة فطرة عنهم لأنه مش مسلمين. زي واحد مثلا مسيحي أسلم، تلاقي كل قرايبه ما زالوا غير مسلمين، يبقى يتوب يطلع زكاة فطرة عن نفسه بس. فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار وإن وجبت نفقتهم، وإن وجبت في حق إنه ينفق عليه. يعني واحد أسلم وأبوه ما أسلمش، وكان أبوه قعيد بينفق عليه، وأمه قعيدة بينفق عليه. نقول له الإسلام بيوجب عليك تنفق عليهم وهم كفار برضه، لأن ده أبوك وأمك، ما تضيعهمش. بس ما تطلعش زكاة الفطرة عنهم لأن دول مش مسلمين، لكن يجب النفقة عليه. وصاحبهما في الدنيا معروف، مش كده؟ وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج صاعا من قوت بلده، يبقى هيخرج عن نفسه عن كل شخص صاع، صاع، صاعا من قوت بلده. والصاع احنا قلنا 4 أمدد والمد حوالي 670 جرام، يعني بنقول كيلو الا ربع وخلاص 750، يعني ما تزود 100 جرام يعني مش اشكال يعني. يبقى المد 750 جرام كيلو الا ربع، يبقى لما تضرب كيلو الا ربع في 4 يطلع ايه 3 كيلو، مش كده برضو؟ كيلو ونص وكيلو ونص، صح؟ يبقى هيطلع 3 كيلو عن كل ايه؟ عن نفسه وعن كل من تجب نفقته عليه من المسلمين اللي هم حضروا غروب اخر شمس اخر ليله من رمضان. واضح الحكايه؟ سهله؟ يبقى يطلع 3 كيلو، 3 كيلو من ايه؟ من غالب قوت البلد. تشوف البلد دي قوتها ايه؟ احنا في مصر قوتنا ايه؟ قوتنا دلوقتي القمح، الدقيق القمح، مش كده برضه؟ يعني ايام ما كان زمان الناس بتطحن في بيوتهم الشافعيه يقول لك ما يخرجش دقيق، لان الفقير بيستفيد بالقمح بطرق كثيره غير الدقيق. ممكن ياخد الرده يستعملها في حاجه، وياخد الدشيشه يستعملها مش عارف ايه، وياخد دقيق يستعمله فيه. فلو اديته له دقيق يبقى اديته اقل من اللي هيستفيد بيه، فاديه له قمح احسن. في زماننا ده الحكايه تحتاج تتغير شويه، يعني حق الفقهاء يغيروا رايهم في زماننا ده، لان لو اديته له قمح هيعمله بليله يعني، مش هيعملوا حاجة. واخد بالك؟ مش هيستفيد بيه، لا بيخبز في بيته ولا عنده مطحنة أصلا ولا رحايا بيطحن ولا حاجة. ده بيجيبوا العيش من المخبز. يبقى في الحالة دي لو اديت له دقيق يستفيد بيه، يعملوا كحك لعياله. تدي له دقيق وتدي له مع الدقيق شوية سكر وتدي له مع السكر شوية سمن. يقوم يبقى أنت كده خليته يعمل كحك للعيال. حلوة كده؟ لطيف، كويس. وان كان فقهاء زمان يقول لك ما ينفعش كده، لكن احنا نفتي بيه. او ارز حلو، ويعتبر قوت اتشال، ممكن يطلع اذا استوى القوتان، اذا استوى القوتان في البلد له ان يتخير.
له ان يتخير. يعني بلد قوتها كذا نوع، رز وزبيب وتمر، اختار اللي يعجبني، مش شرط اختار الاغلى، اختار اللي يعجبني ما يجرش. فممكن ادي لهم ارز 3 كيلو ارز يشيلوهم يستعملوه وهكذا. طب ممكن اخرج القيمه عند الشافعيه؟ لا. وعند الاحناف؟ اه. ممكن اخرج القيمه؟ اه عند الاحناف نعم. وعند الشافعيه والمالكيه والحنابله؟ لا، لا يجوز. وعلماء الشافعيه في زماننا بقوا يفتوا براي الاحناف، يقول لك حتى لو خرج القيمه ما يجراش حاجه. واضح الحكايه؟ سهله يعني. يبقى صاعا من قوت بلده ان كان بلديا، فان كان في البلد اقوات غلب بعضها وجب الاخراج منه، ولو كان الشخص في باديه، ولو كان الشخص في باديه لا قوت فيها. طب افرض هو عايش في الصحراء كده ما فيهاش قوت، في سيناء في اي حته ما فيهاش قوت، نعمل ايه؟ اخرج من قوت اقرب البلاد اليه. نشوف اقرب بلد للحته دي ايه والقوت بتاعهم ايه واخرج منه. ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض. افرض واحد امكانياته ضعيفه خالص ما يقدرش يطلع صاع عن نفسه، لكن يقدر يطلع نصف صاع، يطلع مد ربع صاع، يبقى يلزمه على قد ما يقدر. واضح الحكايه؟ وقدره اي الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، اللي احنا قلنا بقى باللغه بتاعتنا دلوقتي والموازين الحديثه حوالي ايه 3 كيلو. وفي علماء يقول لك 2.5 كيلو، عشان كده كل سنه يقول لك المفتي قال 10 وشيخ الازهر قال 5 جنيه، يمشي يقول لك حتى مش عارفين يتفقوا على ده، لانهم جهل العوام دول مش فاهمين. الشيخ المفتي مثلا اسهى على اساس بدل 2.5 قربها اخليها 3 كيلو، واسهى على القمح والتاني اسهى على الارز، فراح ضرب 3 كيلو في سعر كيلو الرز والتاني ضرب 3 كيلو في سعر كيلو القمح، فده يختلف عن ده ما يجراش حاجه، يعني ما يجراش حاجه تتفاوت، وده عالم وده عالم، وده طيب وده طيب، ما فيهاش مشكله، حكايه سهله يعني. لكن الصحفيين بقى لا عايزين يتفقوا على قيمه زكاه الفطر ولا على هلال رمضان ولا على مش عارف ايه، ويقعدوا كانهم قاعدين يعني بينقضوا الاسلام والمسلمين، في حين ان هذا سعى في الفكر وسعى في الفقه، واخد بالك، وفيه يعني تحري لمراد الشارع، فهو مقبول بين الفقهاء انهم يتفاوتوا في ايه، في تقدير هذه الامور، ما فيش مشكله يعني. وقدره اي الصاع. لا، لو في لو ولد في الليل بتاع اخر يوم في رمضان تبقى الليله دي اسمها ليله العيد، ده حتى ام كلثوم عامله لها اغنيه ليله العيد. فلو اتولد في ليله العيد دي يبقى ما وجبش اخرج عليه خلاص، لانه ما حضرش جزء من رمضان. ايوه، يعني لو ولد في لحظه قبل غروب الشمس خلاص يبقى كده، يبقى نطلع. طب افرض لحظه قبل غروب الشمس اتولد، وبعدين جاء عليه العشاء، وبعدين دخلوه الحضانه، وبعدين عديت عليه بالليل الساعه 12 بالليل قالوا لك مات، وجب اخراج زكاه الفطر عليه. حتى لو يعني جاي يغرمك وخلاص، ما يجراش حاجه. وقدر اي الساعة 5 أرطال وثلث بالعراقي. وسبق بيان الرتل العراقي في نصاب الزروع. حد يأذن؟ اتفضل.